إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. دي شقة في الدور السادس اسكندرية على الشارع الرئيسي. صالة وثلاث غرف، حمام ومطبخ، الشارع الرئيسي وبيتا مع الشارع الرئيسي برضه. أول حاجة بنبدأ بيها المطبخ. دوت الحمام. أول غرفة ثاني غرفة طل على شارع تاني، البلكونة بتاعت الغرفة دي. الغرفة التالتة مساحتها أكبر شوية، تعتبر الغرفة الرئيسية. طول على وجهة برضو شارع. الشقة دي في الدور السادس، ثلاث غرف، حمام ومطبخ، صالة تطل على الشارع الرئيسي، مساحتها 125 متر. السلام عليكم. السلام عليكم. دي شقة في الدور السادس اسكندرية على الشارع الرئيسي. صالة وثلاث غرف، حمام ومطبخ، الشارع الرئيسي وبيتا مع الشارع الرئيسي برضه.
أول حاجة بنبدأ بيها المطبخ. دوت الحمام. أول غرفة تاني غرفة طل على شارع تاني بلكونة بتاعت الغرفة دي. الغرفة الثالثة مساحتها أكبر شوية، تعتبر الغرفة الرئيسية. طول على وجه برضو شارع. الشقة دي في الدور السادس، 3 غرف، حمام ومطبخ، صالة، تطل على الشارع الرئيسي، مساحتها 125 متر. السلام عليكم.